أعلنت وزارة الصحة شفاء 534 إصابة من كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 32,304 حالات. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أكد تسجيل 742 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. ما زالت نسبة الإصابة بكوفيد-19 متفاوتة في البلاد، مع تسجيل وزارة الصحة 742 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مقابل الإعلان عن شفاء 534 حالة. الإصابات التي رصدت خلال آخر يومين كانت أكثر من حالات الشفاء، بعدما قضينا أيام كانت فيها عدد حالات الشفاء أكثر من الإصابات. هناك اختلاف كذلك في فئة المصابين في هذه الأسابيع مقارنة مع الأسابيع الأولى في رصد الحالات. في البداية كانت نسبة كبيرة من الإصابات من العمالة، أما حاليا معظم الحالات هي لأسر أو عوائل تصاب بأكملها، أسر من المواطنين وكذلك أسر من المقيمين. مرض كوفيد-19 لا يصيب الكبار والبالغين فقط، بل حتى الأطفال معرضون للإصابة به وبأعراض مختلفة. بالنسبة لمرض كوفيد عند الأطفال، فاحتمالية إصابة الأطفال لا تختلف عن بقية المجتمع. أي طفل وبغض النظر عن عمره معرض بالإصابة بالفيروس، كما يستطيع الأطفال نقل الفيروس للآخرين بغض النظر عن عمر الطفل كذلك أو توفر الأعراض من عدمها. وتتراوح مدة انتقال الفيروس من الطفل المصاب من يومين قبل ظهور الأعراض إلى 10 أيام على الأقل بعد ظهورها. ومع اضطرار البعض للخروج من المنزل لأداء الأعمال والمهام الضرورية، يبقى الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وأهمها التباعد الجسدي السبيل الأمثل لحماية باقي أفراد الأسرة من احتمالية انتقال العدوى.